السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متعلمي أولى إعدادي بمؤسسة السلام الدراسية، أجدد ترحابي بكم في مادة التاريخ وبدرس جديد بعنوان النظام الفيودالي في أوروبا في العصر الوسيط، الأقنان، الأسياد، الفرسان. من خلال هذا الدرس إن شاء الله سنتعرف على الهجمات التي تعرضت لها أوروبا الغربية خلال القرنين التاسع والعاشر ميلادي وبداية ظهور النظام الفيودالي. أن نبرز أيضا وضعية الأقنان في النظام الفيودالي في أوروبا خلال العصر الوسيط، لنستخلص في الأخير امتيازات الأسياد والفرسان في هذا النظام الفيودالي. إذا الآن نأخذ دفتر الدروس، نكتب مقدمة. عرفت أوروبا خلال العصر الوسيط ظهور ما سمي بالنظام الفيودالي، فما المقصود بالنظام الفيودالي؟ وما الفئات الاجتماعية التي أفرزها؟ وما طبيعة العلاقة بينها؟ إذا أولا سنتعرف على ماذا نقصد بالنظام الفيودالي. لنجيب على هذا السؤال نأخذ الكتاب المدرسي. لدينا مصطلح الصفحة 61، إذا نقرأ: النظام الفيودالي مجموع التقاليد والأعراف والأساليب العيش التي حكمت العلاقات بين السيد الإقطاعي بأوروبا خلال العصور الوسطى والقن المرتبط بالأرض. إذا ماذا نقصد بالفيودالية انطلاقا من المصطلح؟ إذا نقول من خلال الجملة الأولى في المصطلح: تقاليد وأعراف وأساليب عيش. العرف هو ما هو متعارف عليه دون وجود نص قانوني مكتوب. إذا تقاليد وأعراف وأساليب العيش، هذه التقاليد والأعراف وأساليب العيش ربطت بين من؟ إذا من خلال المصطلح، هناك مصطلح السيد الإقطاعي وهناك مصطلح القن. فالسيد الإقطاعي هو صاحب الأرض الفلاحية، أو نقول مالك لقطعة أرض، والقن هو الفلاح الذي يعمل بتلك القطعة التابعة للأسياد، أو نقول فلاح العامل بقطعة أرض السيد. أين ظهر النظام الفيودالي؟ إذا من خلال المصطلح، بأوروبا. خلال أي فترة تاريخية؟ إذا العصر الوسيط بدايته 476 ميلادية ونهايته 1453 ميلادية. بدايته سقوط الإمبراطورية الرومانية ونهايته سقوط القسطنطينية في يد العثمانيين. هذه العصور التاريخية كنا قد سبق لنا أن وضعناها على دفتر التمارين خلال الدورة الأولى والحصص الأولى من بداية السنة. فرسمنا خطا زمنيا وقسمناه إلى 4 عصور تاريخية: العصر القديم، الوسيط، الحديث، والمعاصر. وأعطينا فترات تاريخية لكل عصر. فالعصر الوسيط بدايته 476 ميلادية مع سقوط الإمبراطورية الرومانية، ونهايته سنة 1453 ميلادية مع سقوط القسطنطينية في يد العثمانيين. بمعنى أن هذا النظام الفيودالي اللي هو عبارة عن تقاليد وأعراف وطريقة العيش ما بين أصحاب الأراضي الذين سموا بالأسياد، والقن الفلاح الذي يعمل داخل هذه الأراضي لدى الأسياد بأوروبا، ظهر خلال العصر الوسيط. بماذا تميزت هذه الفترة؟ إذا أصحاب الأراضي هم الذين يحكمون الدولة ويوفرون الحماية للفلاحين أو الأقنان، بمعنى اختفاء مفهوم الدولة. أولا سنكتب ماذا نقصد بتعريف النظام الفيودالي، وسنجيب عن السؤال بعده: لماذا ظهر النظام الفيودالي بأوروبا خلال العصر الوسيط وجعل أن الوضع الاجتماعي بأوروبا أصبح هناك أسياد أصحاب أراضي وهناك أقنان فلاحين يعملون داخل هذه الأراضي، وأصبحت هذه العلاقات، ولماذا اختفى مفهوم الدولة؟ لماذا لم يعود هناك حكام لأوروبا من غير أصحاب الأراضي؟ إذا نأخذ دفتر الدروس،
نكتب أولا كبيرة بالأحمر النظام الفيودالي وأسباب ظهوره بأوروبا، أولا صغيرة بالأخضر مفهوم النظام الفيودالي. إذن الفيودالية عادات وتقاليد وأعراف حكمت العلاقات الاجتماعية ما بين الأسياد أصحاب الأراضي الفلاحية والأقنان هم الفلاحين الصغار بأوروبا خلال العصر الوسيط ما بين 476 ميلادية و 1453 ميلادية. تميزت هذه المرحلة باختفاء مفهوم الدولة والمواطنة وساهمت في تخلف القارة الأوروبية لعدة قرون. الآن السؤال، لماذا اختفى مفهوم الدولة؟ لماذا لم يعد هناك حكام لأوروبا؟ خاصة أن هذه الفترة التاريخية كان معروف ما يسمى بالإمبراطورية الرومانية، وكانت أعظم إمبراطورية في العالم. كنا قد رأينا خلال الدورة الأولى أن هذه الإمبراطورية الرومانية قد قضت على مجموعة من الحضارات التابعة للبحر الأبيض المتوسط، من بينها حضارة بلاد الرافدين بالعراق، حضارة مصر القديمة بمصر، حضارة الإغريقية باليونان، وحضارة المغرب القديم بكل من المغرب والجزائر وتونس وجزء من ليبيا. إذن كيف اختفت هذه الإمبراطورية؟ وكيف لم يعد هناك حكام لأوروبا؟ وكيف أصبح الأسياد أصحاب الأراضي الفلاحية هم حكام للدولة؟ الإجابة عن هذه الأسئلة، نأخذ الكتاب المدرسي، الوثيقة رقم 1 صفحة 61. إذن لدينا خارطة، ماذا تمثل؟ إذن خارطة تمثل شعوب غزت أو هاجمت أوروبا الغربية والوسطى في القرنين 19 ميلاديين. إذن من خلال المفتاح نذكر أنواع الهجومات التي تعرضت لها أوروبا الغربية والوسطى. إذن إذا عدنا للمفتاح نقول هناك هجومات نورماندية، النورمانديين هم بعض الأعراق الذين يسمون بالنورماند في القسم الشمالي لأوروبا، وبالضبط من السويد والسويد والنرويج يسمون بالنورمانديين. أعراق مثل لدينا احنا في المغرب مثلا لدينا العرق الأمازيغي، هم السكان الأصليين لشمال إفريقيا. فبالنسبة لأوروبا أيضا في القسم الشمالي هناك عرق يسمى النورمانديين في الشمال، أصلهم من النرويج والسويد، هاجموا الإمبراطورية الرومانية أو أوروبا. هناك هجومات تسمى الهنغارية، وهم أعراق أيضا يوجدون بالسلافيين، والسلافيين أصلهم من الروس من بلاد روسيا شرقا قارة آسيا. هناك الهجومات الإسلامية، وإذا عدنا للمفتاح نراها بين اللون الأصفر، وهي تمثل الفتوحات الإسلامية عندنا احنا كمسلمين. إذن من الجنوب هاجمت أوروبا من الجنوب، إذن ثلاث هجمات هاجمت قارة أوروبا، أوروبا الغربية وأوروبا الوسطى. إذن النورمانديين من الشمال، الهنغاريين من الشرق، والفتوحات الإسلامية من الجنوب. إذن أي إمبراطورية كانت تسيطر على أوروبا خلال الفترة التاريخية؟ أكيد هي الإمبراطورية الرومانية. إذن لماذا؟ لأن الإمبراطورية الرومانية في هذه الفترة التاريخية بالضبط القرن التاسع والعاشر ميلادي أصبحت جد ضعيفة، بعد أن كانت قوية أصبحت ضعيفة، فاستغلت هذه الشعوب المجاورة كالنورمانديين والسلافيين إلى غير ذلك ضعفها، فهاجمتها من أجل القضاء عليها، لأنها كانت تسيطر على تقريبا دول العالم فأرادت القضاء عليها. إذن فأدخلتها مرحلة الضعف. ننتقل الآن لوثيقة رقم 2 صفحة 61، لأن ما زلنا لا نعلم كيف ظهر النظام الفيودالي. سنحاول أن نربط ما بين الخريطة وهذا النص للإجابة عن هذا السؤال. فالوثيقة رقم 2 بعض أسباب بداية النظام الفيودالي، نقرأ: ترتب عن هجومات القرنين التاسع والعاشر ميلادي، يقصد بها النورمانديين من الشمال والهنغاريين من الشرق والفتوحات الإسلامية من الجنوب، عجز ملوك أوروبا عن الدفاع عن شعوبهم، يقصد بها الملوك الذين أصبحوا يسيطر كانوا عفوا كانوا يسيطرون على أوروبا، لأن أوروبا كانت عبارة عن دول ملكية كمثلا ألمانيا فرنسا كانت عبارة عن دول ملكية يرأسها ملك. فعجز ملوك أوروبا عن الدفاع عن شعوبهم لأنها تلك الشعوب المجاورة النورمانديين والهنغاريين إلى غد كانت جد قوية فهاجمتهم، لم يستطيعوا رد هذا الهجوم أو إيقافه.
فضعف الملوك عن حماية شعوبهم دفع بهذه الشعوب أو هؤلاء المواطنين إلى الحماية من الزعماء المحليين. فيقول في النص: فاحتمت هذه الأخيرة بزعمائها المحليين. من هم الزعماء المحليين؟ هم أصحاب الأراضي الأسياد. لماذا؟ لأنه يقول في النص: مما أدى إلى بداية النظام الفيودالي. فأوروبا في هذه الفترة التاريخية عندما هاجمتها الشعوب المجاورة كالنورمانديين والهنغاريين والفتوحات الإسلامية، وأصبح الملوك ضعفاء ولم يستطيعوا رد هذه الهجومات، انتشرت الفوضى وانتشرت المجاعات والأوبئة وانعدم الأمن. فأصبح المواطنون يبحثون عن من سيقدم لهم الحماية، خاصة الحماية من الموت جوعا. فكان أمامهم حل وحيد، هم أصحاب الأراضي، أن يصبحوا هؤلاء المواطنين عمال أو فلاحين داخل هذه الأراضي مقابل أن لا يموتوا جوعا. فاستغل أصحاب الأراضي هذا الأحداث، فطالبوا المواطنين من أجل أن يقدمون لهم الغداء أو الأكل حتى لا يموتوا جوعا أن يصبحوا عمال داخل الأراضي على شكل فلاحين، أو نسميهم أقنان، فيما بعد سيصبحون على شكل عبيد. إذن السؤال يقول: ماذا نتج عن الهجمات التي تعرض لها الإمبراطورية الرومانية من الشعوب المجاورة؟ إذا الإمبراطورية الرومانية في مرحلة الضعف، كما أن الملوك عجزوا عن الدفاع عن شعوبهم، إذن ما مصير الشعوب المستضعفة؟ طلبوا الحماية من أصحاب الأراضي الأسياد، حيث انتشر الجوع والفوضى والأوبئة وانعدم الأمن بعد أن عجز الملوك عن حماية شعوبهم. لذلك اختفى مفهوم الدولة، لم يعد هناك مصطلح للدولة أو المواطنة، فأصبح الأسياد أصحاب الأراضي هم أسياد الدولة. إذا ننتقل الآن لجزء كتابة الجزء الثاني من الدرس، ثانيا صغيرة بالأخضر: أسباب ظهور النظام الفيودالي. إذا نقول باختصار: تسرب الضعف للإمبراطورية الرومانية منذ أواسط القرن الخامس ميلادي، مما شجع الشعوب المجاورة كالنورمانديين شمالا والهنغاريين شرقا والفتوحات الإسلامية جنوبا على مهاجمتها والقضاء عليها سنة 476 ميلادية. نتيجة لذلك انتشرت الفوضى والمجاعات والأوبئة وانعدم الأمن، ولجأ المواطنون إلى طلب الحماية من الأسياد أصحاب الأراضي الفلاحية خوفا من الموت جوعا، فظهر بذلك النظام الفيودالي. إذن هذا الجزء الأول من الدرس. الجزء الثاني، الحصة المقبلة إن شاء الله، سنتعرف على خصائص المجتمع الفيودالي، بمعنى مما تكون المجتمع الفيودالي، وكيف ساهم هذا النظام في تخلف قارة أوروبا. إذن إلى هنا ينتهي جزءنا الأول من الدرس. إلى الحصة المقبلة لتتمة هذا أو الجزء الثاني من هذا الدرس إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.